يعاني 135 مليون شخص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي الحاد، نصفهم في بيئات متأثرة بالنزاعات. الحد من الجوع والفقر ودعم سبل المعيشة في السياقات الهشة عمل صعب ومعقد. تؤثر النزاعات المجتمعية بشدة على فرص كسب المعيشة وتؤدي لتفاقم انعدام الأمن الغذائي. كذلك يمكن أن تؤدي المنافسة على الموارد الطبيعية إلى نشوب النزاعات المحلية. لنفترض أنه تم بناء بئر جديد لسقي مشية الرعاة المحليين، ورغم إنشاء آبار مماثلة في السابق، إلا أن البئر الجديد قد أدى إلى توترات محلية وحتى الاقتتال. لماذا؟ لأن إمكانية الوصول إلى البئر غير متاحة لجميع أصحاب المشية المحليين، فالعلاقات والتقاليد المحلية حيث تجدر فيها تاريخ من النزاع كانت تحدد أي من المجموعات الرعوية تستطيع الوصول إلى البئر. واعتقد أصحاب المشية المستبعدون أنهم انظلموا حيث استفادت المجموعات الأخرى، وكان ردهم عنيفاً. كان بناء البئر في ذلك الموقع غير مراع للنزاعات. يجب أن تسعى منظمة الأغذية والزراعة في جميع أعمالها إلى عدم إلحاق الضرر، أي التقليل من أي أثار سلبية أثناء تقديم المساعدة للناس والمجتمعات، وإلا فقد تتسبب أنشطتنا ومشاريعنا بانقسام في المجتمع وتساهم بتفاقم التوترات المحلية. أي تدخل غير مبني على استيعاب السياق المحلي ومراعاته يمكن أن يؤجج النزاع ويتسبب في ضرر غير مقصود. إذا استلزم التوزيع النقدي الطارئ سفر المستفيدين عبر مجتمعات تعاني من توترات غير محلولة، قد يؤدي هذا إلى تفاقم الحالة الصعبة بالفعل، وحتى إلى تعريض سلامة الناس للخطر. قد تعتبر المجتمعات المضيفة أنه يتم تجاهلها عندما توزع المساعدة على النازحين فقط، وهذا مثال آخر عن نشاط غير مراع للنزاعات. نستطيع أن ندعم المجتمعات ونعزز السلام المحلي من خلال تقوية سبل العيش الزراعية وبناء القدرة على الصمود وتحسين إدارة الموارد الطبيعية عندما يتم ذلك بشكل متقن. فالنهج هذا يمكنه أن يوفر مجالاً للحوار والحلول التعاونية، مما يؤدي إلى التخفيف من اللجوء للعنف والنزاع. كما يمكنه أن يحد من التوترات على الموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه، وأن يعزز القدرات المحلية لحل النزاعات. على سبيل المثال، يمكن أن يشكل تعاون المجموعات الرعوية المتنافسة لتلقيح مواشيها مدخلاً لتحديد مجالات الحوار وبناء الثقة والحد من التوترات. يجب أن تكون برامج المنظمة مراعية للنزاعات، وتوجد ثلاث خطوات رئيسية. الخطوة الأولى، علينا أن نقوم بإجراء تحليل للسياق لتحديد خطوط النزاع الموجودة داخل المجتمعات وفيما بينها، والحوافز المحتملة لتحقيق السلام، وعلينا أن نتفهم وجهات النظر المختلفة. الخطوة الثانية، بعدما تبينت الآثار المحتملة للتدخلات المقترحة وكيف يمكنها أن تتفاعل مع السياق المحلي، علينا أن نحدد مجموعة من التوصيات العملية المراعية للنزاعات باستخدام أساليب ورشة تشخيص البرنامج. الخطوة الثالثة، للحد من الآثار السلبية وانتهاز الفرص لتحقيق السلام، علينا أن نعدل الأنشطة التي يجوز أن تتسبب بالضرر، وأن نحدد الأنشطة المساهمة في السلام المحلي، وأن نشارك في تصميم أطر الرصد والتقييم. تصميم البرامج لتكون مراعية للنزاعات أمر جوهري، ويجب أن يوجه ويشكل الاستيعاب المتكامل للسياق المحلي جميع تدخلات وأنشطة المنظمة، وهكذا نحرص على ألا يلحق دعمها ضرراً بالناس والمجتمعات، بل وأن يساهم بفعل المزيد من الخير وتحقيق السلام المحلي.